على صعيد الكاف كاين اللي كيقول ان هذه اخر نسخه ديال الشان سمعتها هي هذه ثم كاين تفكير ديال انه نسخه اخرى ديال الشان اللي غتجي من بعد ماشي دري صغار, صغار. آه. غي كاس افريقيا للمحليين من حق اي منتخب يلعب اللاعبين اللي كيلعبوا في القاره الافريقيه بحال مثلا المغرب يقدر يلعب بن شرقي وناجم أحدد اللي كيلعبوا كي في مصر ولا لعبه محترفين في تونس وداك الشيء واللي غيستافدوا غي منه هو المنتخبات جنوب الصحراء اللي تقدر تلعب الكونغو الديمقراطيه تقدر تلعب مثلا يلعب مالونغو ما يلعب هذا ما ليبيا تقدر تلعب ل... يعني في داخل القاره كاين هذا التوجه واش درتي دابا فادي على الاقل بعدا اش درتي موني غادي تهز شويه من النيفو لا اش درتي موني ما درتش والو عاد تقتلتيني فهادي شنو هي تعاود تعيط لهذوك ديال المجموعه محليين طيب وبالونغو يعني غير يلعب محليين داخل القاره وبالونغو ودور في في اللي كيلعبو سميتو دور في كيلعب مع ليبيا كيلعب ضدك ايوا <applause> <applause> وما راه قلتها ولا ديرني انا راه ملي يلعب راه الماس سيلكسيون اللي كتلعب معاك ضد ضد واحد ماتش منير ما ما فيها ها... هاد الكاف هادي واش غتبقى تسطيفي انا <applause>